أنا أعتقد إرسال جزء كبير من المدرعات والإمكانيات إلى مخمور بحجة معركة الموصل، أنا أعتبرها خيانة لمعركة الفلوجة. أقولها بكل صراحة، إرسال عدد كبير من المدرعات ومكافحة الإرهاب إلى المنطقة بحجة معركة الشرقاط والموصل وعدم مشاركته في معركة الفلوجة، أنا أعتبرها خيانة لمعركة الفلوجة. إيش عجب معركة الرمادي؟ سخروا كل إمكانات الجيش ومكافحة الإرهاب لها. ليش هاي الإمكانية؟ إحنا بنقول لهم تعطون إمكانيات، ما تعطون إمكانيات سننتصر في هذه المعركة، لأن لدينا المعنويات العالية، لدينا التوكل على الله، لدينا العزيمة والإرادة التي لا تلين.